إن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله ليس كلمة، ليست لقلقة لسان، وليست عنوانا يمكن أن يدعيه البعض. إن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن يكون في كل تفاصيل حركتنا الحياتية اليومية، في أنفسنا، في طاعتنا لله، وفي تعاملنا مع أهل بيتنا، وفي تعاملنا مع المسلمين وغير المسلمين، وفي حرصنا على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وفي وحدتنا الإسلامية التي نقف فيها صفا واحدا في مواجهة المتربصين شرا بالإسلام وبالمسلمين. هذا هو معنى التأسي في الجهاد وفي التضحية وفي الرحمة وفي التسامح وفي المغفرة وفي الحب والمودة والولاء والإخلاص والزهد في الدنيا، هذا معنى التأسي.